السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اليكم 10 حقائق مثيرة حول برج الميزان. ما هي أبرز الصفات والحقائق التي لم تعرفها عن برج الميزان؟ الحقيقة الأولى، الميزان خجول إلى أن تتمكن من معرفته جيدا. الحقيقة الثانية، يمكنك أن تأخذ كل وقت الميزان لا يمانع، ولكن لا تأخذ هاتفه أو تقود سيارته. الحقيقة الثالثة، عندما لا نأخذ الميزان على محمل الجد يصبح عنيدا جدا. الحقيقة الرابعة، الميزان يستصعب التقرير خاصة إذا وصل إلى نتيجة منتصف الطريق. الحقيقة الخامسة، الميزان مزاجي، ولأنه مزاجي قد يكون عدوانيا. الحقيقة السادسة، عندما يكون الميزان مشغولا بقضية وينهيها ينام طوال النهار. الحقيقة السابعة، من السهل أن يسحرك الميزان ومن الصعب أن تسحره. الحقيقة الثامنة، إذا حقق الميزان ما في رأسه سنعيش في عالم لا يظلم فيه أحد. الحقيقة التاسعة، الميزان صادق بطبعه لكنه يمتلك الكثير من الحيل. الحقيقة العاشرة، التخطيط لأي رحلة إلى أي مكان أمر يسعد الميزان. شكرا للمشاهدة. تنويه هام، الأبراج مجرد تسالي ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابدأ رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.